السلام عليكم الاخوان، كاين واحد المشروع واعر بومبا بومبا صراحه، كيخدموا فيه شي ناس ومخابعين وما كيعرفهم حتى شي واحد، ودار من صريف. وهذا المشروع هذا ما غيشرحه لك حتى شي واحد. دابا حنايا بغينا غير نفيدوكم، واللي بغى يستافد وبغى يدير هذا المشروع اقسم بالله صراحه فيه ما يدار، فيه ما يدار، فيه ما يدار، فيه الزباله ديال الفلوس اقسم بالله. مع من كتخدم؟ كتخدم مع الشركات، وكتخدم مع البنكات، الوكالات البنكيه، وكتخدم مع الادارات. المهم كتخدم غير مع هاد الناس. شنو هو المشروع؟ شنو كتقدم؟ الخدمات ديالك اللي كتقدم لهاد الشركات وهاد الابناك وهاد الشيء غنشرحوه في هاد الفيديو ان شاء الله. تابع معنا حتى الاخر. المهم الاخوان، كامل بكم كتعرفوا هاد لي ماشين هادو ديال الامبريسمو، هاد طبيعه شحال هاد وشحال هاد. الطبيعه هادو الاخوان، ما كاينش شي شركه ولا شي بنكه ما عندهاش هاد الطبيعه هادو، ما يمكنش تخدم بهاد الطبيعه بلا بدون هاد الطبيعه هادو. وحتى الشركات ما يمكن لهمش يخدموا شي خدمه بدون هاد الطبيعه هادو. اذا هاد الناس هادو، هاد البنكات ولا هاد الشركات، واش كيشريو الطبيعه ديالهم؟ طبعا لا، ما كيشريوش الطبيعات ديالهم. مين كيجيبوهم؟ مين كيجيبو هاد الطبيعات هادو؟ انا نقول لك مين كيجيبوهم والسر ديال هاد الطبيعات هادو. مين كيجيبوهم صراحه؟ هاد الشركات الاخوان كيكريوهم عند شركات، يعني كيكون واحد السيد اللي عنده بزاف ديال الطبيعات هادو، عنده بزاف ديال الطبيعات بحال هادو كما كتشوفوا. ايوا، وكيكريهم، كيكريهم هو، كيكريهم له، كيعطيهم مثلا الاله ديال الطبيعه اللي كتعمل فوتوكوبي، سكانر، الاوراق وداكشي كامل، كيكريها لهم. وشحال كيكريها لهم وكيفاش وعلاش؟ انا نشرح لكم وعلاش الشركه كتكري هاد لي ماشين. انا نقول لك علاش الشركه كتكري هاد لي ماشين هادو، باش ما كتحملش مسؤوليه ديال الاومبان ولا مانتونونس، تخسرات، ترونات، ما بقاتش خدامه، الاوراق طلع هبط، سلالة مداد سير. الشركه ما كتبرزتش راسها مع هاد الشيء هذا. الشركه باغا اله كتخدم دائما، وماشي شغلي انا بحريق الراس. انا خصني الاله ديالي كنطبع بها، كنسكاني بها، كنعمل بها اي مشكل وقع، كنتصل بالسيد اللي شريت، اللي كريت من عنده الاله، كيجي يصلح لي المانتونونس، كيجيب لي الكاغير، كيجيب المداد، كيجيب كل شيء يدبر راسو هو. انا ماشي شغلي في هاد الشيء هذا. وكما فهمتي ان البنكات، حتى البنكات حتى هما، ما يمكنش البنكه انا نجيب ماكينه ديالي ويوقع لها واحد الاومبان، وبالخصوص هادو بعض المرات يوقع فيها اومبان شي بان اللي هو ساهل، ولكن انت ما غتفهم فيه حتى حاجه، ما تقدرش انك تلقى فين كاين المشكل. ايوا، وكيستعنوا بهاد الشركات اللي كيكونوا كيقدموا هاد لي سيرفيس هادو. شنو هاد السيرفيس هادو؟ كيجيبوا الكاغيط، كيجيبوا اول حاجه كيجيبوا البابي، البابي اللي كيستهلك الماكينه، كيجيبوا التونير، التونير يعني لا تسال المداد ولا داكشي، هما اللي كيجيبوا، زائد المانتونس. اي مشكل وقع في الماكينه خصو يجي طاير باش يصلح الاله، ولا يهزها ويجيب وحده اخرى. يعني ما كاينش الوقت، ما كاينش الوقت هذا الشيء هذا، ما يمكنناش نبقاو حنا واقفين على حساب الاله. اما كيهزها ويجيب وحده اخرى على ما يصلح اخرى، ولا كيجي كيصلحها في المكان ديالها. وفي الغالب كيهزها وكيحط وحده اخرى وكيكريها لهم. شحال كيكريها لهم؟ ندخلوا في التفاصيل هذه. الفكره من جاتني، جات من عند واحد السيد كان جا لعندي المحل، وقال لي الا بغيتي هاد الماشين هادو انا نكريهم لك. قلت كيفاش دابا انا غنكري ماكينه؟ ما فهمتش كيفاش غيكري لي ماكينه، علاش يكري لي ماكينه؟ وسقسيتو على الثمن وداك الشيء، قال لي 4000 درهم. قال لي ليك 4000 درهم؟ قال لي كنكريهم للشركات 5000 درهم 4000 درهم للشهر، كنكريهم لهم للشهر. قلت كيفاش دابا علاش غيكري لي هذا ب 4000 درهم؟ قال لي حنا كنتكلفوا بمانتونونس، حنا كنتكلفوا بالكاغيط، حنا كنتكلفوا بلي زومبان ديالها الا وقعات ولا طاحت ولا شيء ولا ما بقاتش خدامه، حنا كنجيو كتعيط، كنجيو كنهزوها كنحطوا لك وحده اخرى جديده. يعني انت ما كتتحمقش راسك. وهاد لي ماشين هادو في الغالب ما كيكونوش جدادين، ما كيكونوش جدادين. هادو كيجيبوهم يعني مستعملين من على برا، كيجيبوهم من اوروبا، كيجيبوهم ضاربين واحد 100000 ولا 50000 ولا على حسب شحال ضربات، وكيكون كيصلحوهم فيهم شي حاجات اللي كتبقى خدامه ديما ان شاء الله. والاله هي هادي، الاله الطبيعه بحال هادي. ومن بعد الاخوان، شنو كيوقع؟ ملي كيبقى يخدم بها، ملي كيعطيوها للشركه، الشركه ملي كتبقى تخدم بهاد الماكينه هادي، ما كتبقاش تحمق راسها مع واش غتوقع اونبان، واش كدا، واش الوراق، واش سلالة المداد، ما كتحمقش راسها. يعني كتكريها من عندك بواحد الثمن، وكتبقى مهانيه مع راسها، فيما يوقع شي حاجه كتعيط لك اجي صلح. وحتى البنكه عاوتاني كذلك، ما كتحمقش راسها مع هاد الشيء هذا. وشنو هو جاي خصني باش نبدا هاد المشروع هذا؟ ضروري خصك يكون عندك واحد لي ماشين، واحد ربعه لي ماشين على الاقل اذا بغيتي تبدا هاد المشروع، باش تفرق وحده لهذا، وحده لهادي، وحده لهادي، وحده لهادي، وحده لهادي. وزايد دائما تكون عندك وحده زايده، باش الا مثلا وقعات وحده كتمشي تهزها وكتحط وحده في بلاصتها. هاد لي ماشين كيتكراو ب 4000 درهم. وتخيل انت راه عندك 10 ديال لي ماشين، وكل ماشين عندك في بنكه. حيت هاد السيد هذا كنعرفو انا، اللي كنشري من عنده التونير، كيبيع لي التونير داكشي، كيخدم في هاد المجال هذا. تخيل انت عندك 10 ديال لي ماشين خارجين، عندها وحده عند هاد الشركه دلاير، وحده عند هاد البنكه، وحده جوج عند هاد الشركه، وجوج عند هاد الشركه. تخيلي 10 ديال الشركات، عندك 10 ديال الشركات، تعطيهم امبريمون ب 4000 درهم. هي شحال كتسوى؟ 4000 درهم في 10 كتسوى 4 المليون، 4 المليون. ونسى شحال شريتيها اول مره. هادو طبعا شحال كيتشراو اول مره؟ كيتشراو ب 9000 درهم، 10000 درهم، 10000 و 12000 درهم،
15000 درهم على حسب المقاوه ديالها، ولكن كتشريها مره واحده، كتشريها مره واحده وكتبقى عندك، ومن بعد كتبقى تكريها. هي الا ضربت عندك، ضربت هي شهرين عند الشركه كترجع الفلوس ديالها، يعني من بعد ديك شهرين كيبقى كلشي ارباح، كلشي ارباح، كلشي ارباح. فقط كتبدل الكاغيط، كيجي يبدل الرامه ديال الكاغيط، شحال نقولوا الرامه ديال الكاغيط دابا كانت كدير 35، دابا طلعت 45. قول لي عطيتيهم واحد 45 هذه، قول 200 درهم ديال الكاغيط، غتخسر عليها 200 درهم ديال الكاغيط. المداد انت اللي كتكون كتجيبو، يعني كتعرف، يعني كتكون كتحكم فيه، ما كتستهلكش المداد هذه بزاف، وخا طحنها طحين. يعني والشركات اصلا شنو كيخدموا بهاد الشركات؟ فقط كيطبعوا وريقات، فاكتوره، شي حاجه انتم كتعرفوا، لي بيلتان بي، شي حاجه بسيطه، شي ورق ديال الضمان الاجتماعي. يعني المشروع صراحة كامل أرباح، ومستحيل شي واحد يوريك هذا السر هذا، لأنه هاد الناس هادو اللي كيخدموا في هاد الدومين هذا، مين كتعيط له غير يدير لك مانتونونس، ما كيبغيش يوريك حتى كيفاش، فين هو المشكل وفين هو، كيبغي صلاحه يمشي في حاله. يعني مشروع سري، والناس اللي خدامين فيه ما كيبغيوش يعرفوا هاد المعلومة، الناس العاديين ما يبغوش يعرفوا هاد المعلومات هادو، وكيبغيو يخليو هاديك شي احتكار عليهم. ولكن راه مشروع مربح، إلا بغيتي تبدا في هاد المجال هذا صراحة مربح مربح مربح.